تعرف يا ابشيك هالكرسي بايش ذكرني؟ بايش ذكرك يا عمري؟ لك اليوم الصبح انا وبيرك هون اجتني بنت ابشيك ايش بنت بتشل هلا قصار ايه هاي ابشيك خيوها انا لك دخيله ما احلى لك انت ما تفهمي انا كم مرتك ما تلحقيني؟ انا كثير معجبه فيك طيب معجبه فيك يا انت ما عندك اخوات شباب تغاري عليهم؟ ما عندي اخوات شباب غاري عليهم حلي عني ها والله العظيم بلم عليك الحديقه كلها حلي عني ايه لك واحدة عم تضايقني يا طعمرة شو؟ أنا مو بدك تحلي عني شو بدك مني؟ بدي رامي إذا أعطيتك رامي بتحلي عني؟ إيه حسبي الله ونعم الوكيل هات يا سجل رامي سجله ها زكي يلا حلي عني هي ناخذ راحتي العمش ألو ها هي كل القصة يا ابن عمي العمي يا زلمة والله بحياتي ما شفت هيك بنت يا زلمة لزقت فيك لك انا صار لي شهر عم بلحق ما عم ترد علي لك انا شو بدك اعتبريني اعتبريني خروفك اعتبريني حبيبك اعتبريني خدامك اعتبريني شو ما بدك شو بدك بعمل لك بس اعطيني رامك بس اهم شيء نحكي معك حبايب الله بعدين معك انت كمان بعدين معك انت ما عندك اهل تغار عليه هون اه اذا بشوفك ثاني مره بهي الشقه ادك هي بدي اقطعك لا 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 خلص لا شباك شباك هذا انت لا لا ما تشوفك هون؟ والله بالغلط اسف اسف يلا والله